مرحبا بكم حسام وحسات من طاولة نقر لساعة الليل الدالة أخبار كبت عاد وخارج قدمكم سلفرس أخبار. إدارة أقليم مجب إقليم دي بعبيوت لركز محبر كومات نزمت دي في شيء مرارة مديرية قمد على هلا كاترا دي بحالة سنة توصل هلا تحبرام دي بمديرية قبلة دنكاليا قل مدة ثلاث ورحة في الشغل كعلة تاهي لنا سيع عصر أنصاد تحريام إيران دي بعراق لهلا ميسايل قلت إذا قلت هجمكم سلطة حبرت مالي دي بكبر دي بعدا عمادة أخبار نايف فرنسا مصدركم سلطة نسيبا حبرت تشاينا دي بتايان دوار قد مطلت هاي بساتلايت أسك فدا حبر من وزارة عافية يوم دي بمراكز فحوص اقليم عن سبا بلغ بانا لابراتوري فحص وروت مواطن من عتك ليزان فيروس كورونا كمسل تنحى دي بو كود هلام بأساس اللي بعامة عدد لا بفيروس كورونا لحم مواطنين سكل يوم تسعة الف سبعمائة عشرة وثلاث بات حلا سعة الف سسمائة وعشر سمان من اللوم نحيا ولد سارحو مائة وثلاث بموت لتفنتو كلوت هي للسع دي بس بدالة مرعاية حكم النات قبق لهم لأهل توم وزارة عافية عشر سمان مارس سنة كل الف عشرة وكل ايه أدارة تقليم مقب التي أقليم دي بعابيوت لركزة محبر قومات نزمت تفاصيله من منصور عثمان إدارة تعليم مجب مسؤولين في الرعات دارين عصر سس مديريات ومشتركة جهات لشاركة وديبون دي بعابيوت التيقليم لركزة محبر قومات يوم عصر سمان مارس قبعة مدير عام فرع إدارة ومالية إدارة تعليم مجب السيد تكي غلطة تلاسمع كلمة وراتات عمار بواجب قلت فعلوا كدمات شعب وإدارة قلت هيب التي أدمونوت لازم سبتو لا أقد هدف إلى محبر قومات عيمات التي أقل ودحوت والتي توقتوكم لتحيب أقل لقباكم تحاول شرحا دي بقل مجال اللي لشغية مؤسسات دي بقبو الشغل نايحبر فهم ومعاونة قل الطورة أطفاء غدا اللي قل أسبقوت تسجيل إجار أبيات عند تما دي بداتا قلتين ملكية دارة تقليم لاتو أبيات فنتيت قبيت زبطت قل لقبالو أسك إلا لقيت حيبة دفعية إجار قلت حيب كنسل هما أهمية لقيت حيبة يوم عيمات التي عند تفرقوا بحسر وقل قل الشقة دي بوم تلاكا مشاركة تلقدموا أرى عبيوت التي دي برامج عمار أساس سبتو بلد دقبا قلت كدم ديبو وأقبوي مراقبة قلت دقب التي بات إيتانا قل الشقة ديبو ووداحة قل هلي التي دي بقي موموت حفظ صافي قل لقبا كنسل هما ديب حيبوت التي لكدم مقدرة قدام قلت دقب فانو هتو من دات لو قل مدة ريام جاربيت لي دفعو سبته لو لتكسس سنجهات متابعة وجيبة قلي ديام لا تسمح أقل مؤسسات تجارتية كل سنة تجديد قلي ديام واجباتا قلة أتمامة أتفاقدو حاكم أقليم مقب السيد في الساهي هيلي أتلا أسمعي أنا يمد بكلمة مدراء دوايح دفعية درائب بواجب قل تابعو حقول أتفاقدا بدرجة أقليم وقل لجنة قل تتكون كمتو أنت حبرا حبر كافية بع البيت وبع الإيجار حفز قل قباديبو وبواجب قل تسبط التيق الرزقات بلتوقع له قل الشق قديبو اتكلسس ورحية قيمام التي ولفقر اقل اقبا تحسبا وزارة حرس مثل وزارة رزق بحر بمتعاون حرستوت بقبي طبيعة لدالة شفر وبكمبوست وأدوية اقل تنفع لتفناتا نيجربة وطهي البرنامجات تهي بالليت لا وزارة كم كفال نايلا قبل هلا تلولو جربيتات ونايفع البرنامج من يوم سلس أسك يوم 7 مارس ناي سنة كلا الف عسرة وكلا دي بمديرية فورتساوال هلو حرستوت دي باقبوي أداليوت ومتنفعوت شفر أدوية لركزة تأهيل كم سلهبت أسك الرينا أتلا ندأت حبر أتأمرت من دار الدواي حومي بلا متأة ودي بتأهيل بفعل شارك حرستة بحدش ترف التي حرصوم دي بأبزحوت التيوم قل لتنفع بو سبت قدرو كما اتنايا تيوم شرحام قدم الله من شفر صناعة قل بالحوت كومبوست جروب كمسل على وفقري سن كمسل تركبت من الحبرة من إدارة دوايح وأكاي لما تسا سيد
عثمان ادريس هي دي بمدت حجار للدالة كومبوست قل لشكو لركبو تايل سيداي كمسلتو ودي بفعل كمسل لاو عولا كدام دي بدار الدواي حومي بلنا برحرس تايب تميكال تساقايما تيسني قل لركب دي بشفر وادوية نركزة كمسل شكا وقل بعدها مثل سنيت كمسل قبي حبرام لا قل الدالة وقت ريم نسل على كومبوست التلواغت اللي دي بادواراتنا لتركب اشياء اندت نفعنا اتقبت سلسة من قل الدالة لا تقدر بسر لتشك أبو سبت الله حرس توت وسب مقدرة حرس اللي بسر اللي قال لشكو أبو وزارة حرس تفانيت ديب مديرية قندع دارت ديب مديرية قندع دارت دوايح في شيء مرارة لا هلا وطنياي كاترا أب سكان متابعة وجيبة ديب قب ديبو ديب حالة سنة كمسل هلا تشرحام إرينا لتسألتهم سكان تلهبوا حبر الدوارات من سنة كل ألف وعصر حتى ديبو طنياي كاترا من لا التوحر زارت سريت كمسل إيتري يتحقوا لا الشرحو أب رزق عجي وحيوانات كدن رزق كمسل هلا حبروم دي بدوارات دانكور لهلا كاترا قدم سع سنة لعلى دي بحالته وأزي لا هلا دي بدرجة دي بلترأي فرق عبيكم سلبو لا شرحو هيبة رأي اللي فقريت اللي أبالغ بدي بعقبيت ودي بلتوكل مثلا لفزاعة شعبكم سلتو حبروم هتوم دات لو تقبت وطنيا كاترا لا توابو ونهبما التيسنكم سل ركبو من شرحو التغليم قبلت بحركة احمن هلا زياد 700,000 هكتار كاترا لحد 600,000 هكتار أتى مديرية كندعكم سلام الله وسائق وزارة حرسنا إلى مديرية حبر أتى مديرية غردات أنسات من مدرة لبولمد ولا سببوا مشاكل عافية عند أباريا أب ديب تعليم وشغل نفسا لطور ديبو ومقدرة للا دكب ديبو مجال أقل لتكسات أب محبرة أولد أنسات إرتريا لقب أجهد فقريت كمسل تركبت من تشرحة مسؤولة محبر ديب مديرية غردة السيدة عافية صالح ومسؤول محبرة أولد أنسات إرتريا ديب محبر وطن أولد أنسات إرتريا ديب وقالوت فزاعات وكرعت إيزية لمد كمسل أمه ديب أتحايا اسمح براي اقتصادي يا إنسات لركز الاتفانات برنامج للسرق الكمسل سنحن ده حبرت فقريتي هيني مدرت لبو لمد كمسل نغسا أبكات شغل وتعليم سبت كلك أقلن هيني تغيير عبكم سلام تسايا أفهمتهم ديب لا مديرية أنسات ديب كل وراتات دور وقول كمسل على أقلن لحبرت السيدة عافيت مشاركة ديب عقول تعليم تلعب متس كمسل لنا ديب لاتفانات أشكال اندت فرريا هيني ديب منابرة أتحياس قل لي دي كمسل قدر يحقو لحبرت لسجل هلا عبوت عموما يفقريت نيلا محبرتنا والد أنسات إرتريا مثل مشتركة جهاته ومجتمع بعامة ودي لهلا جهت كمسلتو حبرتهم أساس عبوت ولا ركبة ولا لا تأهيل صدايتكم سلطة لشرحية ما تنفعت لبرنامج أبكات شغل مهنة وتعليم لا لتوسع بو أقبوي إقل لتقلق بلا توكالة إقل لش كياديبو تفانيت محبرتن أول دانسات إرتريا فرع أقليم قبلت بحر كياح ديب إدارة دوايح بيلول مديرية قبلة دنكاليا أقل مدة سلس ورح بشغل كعلة تأهيل لانس عسرة أنسات دحريام يوم عصر 7 مارس تلقبت عادة مدحرات مسؤولة محورة أنسات إلتريا ديب مديرية مقبلة دنكاليا السيدة حاسنة عيسى لا تأهيل لانس كل منن كل ورح سسمت نقفة ديب للدفع فعل ونزركم سال درسي عند شرحات دي بدوارنا بقبي قلال نشغل بخط قل ركبا كمسل سد حبرت مسؤولة محبرة نوال دانسات إرتريا غليم قبل الدنكالية السيدة السعادية إبراهيم يعني أنسات ملكة لطفانات يا مهنة داقب أيام من عبرت قل حسنا جهد وديا من ما لها من أولوية لمحبر كمسل تند شرحت لطاي اللي نسأيا دي بل ركبيا ومهنة دي بروحة تغيير قل لامسها جهد قل اللي دي أتفاقدت اللي كنا دي بنتوها السيدة السعادية أتهد كبوت تنازيم محبر كمسل وما مشاركة أنسات دي بعقول التعليم قل عابيوت أنسات مدرسات قال لي ديها لو جبا جهد بالخصص دي بمدينة عسب هدق وديت دي بعد خبر دول نتعدت مدينة عدقيح دي بوطنياي امتحان سامنا يفصل نغاط وكل امتصو درس جائزة عند ماسو تا
تتهيب بوم دي بهلات قل مدة سلس ورح بمهنة لا درسو هين الدحروم يوم 10 حمس مارس تلقى بتعادة مسؤول محبروطا شبابات ودرس إريتريا دي بلا مديرية شاب إبراهيم بارول لا جائزة عندما صل ركبو درس سو أربع قبو دي بلو لا بلا بتكنولوجي كمبيوتر وجلال تشغرته اللي نسو هيني متكم سلطم شرحام مسؤول محبروطا شبابات ودرس إريتريا غليم مقبى شاب قرماي قورو جاتو محبر دي بعد قبو تبقى على الدرس وطورت مغدرة شبابات بلا توقالة شككم سهل لند حبرا جائزة عندما صل نيجرانية عند ردت دبات حز درجة قلب صحونة أثنائكم سلطة شرحة مدير مديرية عدغية على السيد هبتايتس فازقياني نغات سن الأمس أو درسة بسداية مدرسين ووالدينهم دب درجة جازتكم سلبة صحو عند حبرا قل زيادة فدابت جهد ترود قليدو نصحام دي بمكتب وزارة تعليم مديرية عدقيح مسؤول تعليم ممر مبرهات وتسوى مجاتو لا قبها لا أتنايات دي ببقعات تعليم ودرسة دورو كلكم صلبه شرحام حيسام مطبلتنا دي بأخبار كارج قلنا تعدين إيران ديب أراضي العراق لها مراكز مؤسسات أمن إسرائيل بتوساك هجوم ميسايل أقل تيدا كمسال تقدر يوم 10 سمان مارس أتأمرت أت يوم 10 سلس مارس ديب مدينة إيربيل ناي عراق لها مركز ناي أمن ناي إسرائيل هجوم باليستيك ميسايل كمسال ودال حبرا عراق باي صورة إيران إدارة أكراد ناي عراق لمركز إينوكو من قبل هجومات كمسال التلال حبرة الليت ديب عراق لها مركز إسرائيل ديبا من دولته مشاكل لا متس كمسالتو لشرح عراق باي صورة إيران حتى معل قل دمر كمسالتو محزور أهلام بلات يوم 10 سلمان مارس ناي سنة كلا 2010 وكلا لقب هجوم ميسايل بزحام ولاد إسرائيل كمسال قتلوا وكمسال جارحوا قائد جيش إسرائيل شرحام من ناتا لجرى خسارة بخصص بجهة إسرائيل لتهي بحبره على بو إسرائيل دي بسوريا لعلى مركز إيران باتلو لو هجومات ود كمسال صنحات أمور هلام اللي عباي صورة إيران لو دي هجومات ميسايل هي بليس كمسالتو لتشرح قدم الله علاقة دبلوماسية عسكرية واقتصاد دولتها مثل فرنسا نائب تروت مصدرات لنسأة حكومة مالي وسائل علامة فرنسا دبا دولة ودياولها اللي وراتات وحبره منعت مصدر كمسلت نسع حبرت وسائل علامة فرنسا خبر حست دي بنشرت فرورات كمسل اللي شكوة قدمت حكومة مالي دي بوسائل علامة مركز تلفزيون فرنسا 14 ودنائي مركز راديو فرنسا مصدر كمسلت نسع حبرت اللي حكومة مالي دي بشرحة وسائل علامة فرنسا دي بتغرير أخبار جيش حكومة عسروتات أبريا كمسل قتلو لنشرعه من أمان لريما أترأس قبطو قل حكومة تأكيوت تفنق حكومة وشعب دمانت كمسليها اللي اندود إما فهمت وربشت قل هرسوت لأماما كمسلتو شاكوتا قدمت حليو جيش فرنسا دي بدولتهم قل استعمار وأرزاقات قل قارو توتو وأبكات لا خلا عندي يكون فائدة بعد كم سلالبو شكوتهم لا قدموا وعصروتات على بلل تعلبوا مواطنين مالي اتلع حلفا ورح للشرح اللي لشرح فايح أسير على السلام كم سلودو لا لتأمرتهم تشاينا مال 17 مارس دي بتايان دوار لتقدم ساتلايت بعوته اسك فدا كمسل ندات حبرت الا هيرار ريم بشرح صاروخ لتلاكت ساتلايت دي بايتان مداين اتي حرس كرات بكو طبيعت وبعد لركز حفز قلتي دا كمسلتو سب مزمر كز فدا تشاينا حبرهم تشاينا اللي نايوم دا حبر كديبو بلصاروخ لنداتهم سات اسك ساتلايت عددهم 410 حتى بعض حلام دي بمجال فضاء هيرار سنة سجلها لتشاينا التلا سنة إلا أقل اللي تمامكم سألتوا لشرحته ناينوسا مركز بني كمسل اللي لتأمر كاقدم حساب وحسات من طابلتنا قرر لساعة لا للدالة أخبار دي بالله أتهاهم هلا أرس أخبار بدقمان إدارة أقليم مقبلة أي أقليم دي بعابيوت لركزة محبركم مع التنسى
ديب في شيء مرارة مديرية قندان على كاترة ديب حالة السنة تنسها على الحفرة إيران ديب عراق هجوم ميسائل جديد إذا كمسلتو حفرت مالي ديب عدا لهاللي وسائل إعلامنا فرنسا مصدر ديبات كمسلت نسا حفرت چاینا دیب تایان دوار قدمت لات های ساتلایت اسک فدا نداد. دهان میو.